بيقولوا انا عبدو فيك عشان ريت كوتشينا مجنونة بس يا نصيب يا نصيب يا نصيب يا نصيب وينك وينك يا شاب يا بيع يا نصيب تعال وينك هون انا تعال وينك بيع يا نصيب ايوه مين عم ينادي لك تعال اكني مالك شايفني هون انا وينك لك هون يا دب وينك مالي شايفك لك هون انا شوف ها شفتني؟ ايوه اطلع لي على المدخل الثاني اوان طولي بالك يا مدام انا مدخل لك هاد مو هاد الثاني بروم لشوف من هنا طولي بالك يا مدام سطلتيني ما عم بعرف انه مدخل بدي فوت ابروم يبربوك برم يلا يلا لك تعال هون ضربك الدكاش تفضلي تفضلي يا مدام نقي حظك بايدك قديش الجائزة الكبرى؟ 3 ملايين بس ما عجبوك؟ لكان قديش بدك؟ بالي أكتر إذا بدك أكتر يا مدام استني لسحب رأس السنة برأس السنة بصير السحب الجائزة الكبرى 20 مليون 20 مليون؟ إيه ها هاي جائزة محرزة معك نمرة من تبع ال 20 مليون؟ يا مدام هدول النمر ما بيصدروا إلا على رأس السنة هلا خذي لك نمرة مشي حالك ب 3 ملايين وتسلي بالمقصقص ليجيك الطيار رح آخذ بس بدي أسألك سؤال بالأول تفضلي الجائزة الكبرى شيت الأسبوع الماضي مين ربحها؟ ما بعرف بس بعرف إنه البطاقة الربحانة كانت منبعة هون عنا معناتها مزبوط كشفتك يا جميل بدك تخبي علي؟ جميل؟ خدي لك يا مدام نمرة خليني انزل اتيسار لك طول بالك ليش بصلتك محروقة عنا خذ ونعطي لسان الله يجيبك يا طولة البال هات لشوف قديش النمرة هاي؟ 70 ورقة 70 ليش 70 كتير حاجتك 50 50 بخاطرك لك تعال تعال ليشك محمود اذا هيك بدك تعمل مع كل الزباين ما بتبيع ولا ورقه بيغنيني الله لك تعال لا تقطع رزقتك بايدك راح اعطيك 55 ليره شو قلت قلت بخاطرك 60 اختي النمره 70 ورقه بدك ما بدك خليني اتيسر شو قلتي 65 ولا فرنك فوقه 70 ورقة ولا فرنك تحتون شو قلتي؟ طيب نقسم البيدر بالنص رح أعطيك 67 ليرة ونص فايت أجيب لك المصاري اتفقنا؟ العمى وين راح؟ لك تعا وين رح تعا؟ روحي عنا يا لك اطلع نتفاهم خرجك الله لا يقيمك ليك ليه فز ومشي كأنه ما صاير له شيء فيك عشرات كوتشينا شد يعني يلا منيح اللي راح وفر علي حق النمرة هذا اليا نصيب كله زعبرة بزعبرة بصرة باش كعادة مجنونة لا شلون زعبرة هاي جارنا ربح الجائزة الكبرى 3 ملايين مالون قلال بيعملوا عمايله تيتا تا تا تيتا في البلكونة فيرندا يعني أنا ما لازم أطلع من المولد بلا حمص لازم أخذ حصتي بس شلون سيارة جميل مو مصفوفة قدام البناية معناتها هلأ بس يجي بروح لعنده وين بده يهرب مني وين باله ينفض من الحلوان بده يحطه مثل ما الله خلقه تيتا 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 تيرارا يا لطيف قديش عنده زحمة 3 ساعات لحتى اجاك الدور انا ما كنت متصور انه بهالبلد في مجانين هالقد نعم هذا اللي طلع معاه عفوا يعني قصدي معقدين نفسيا ايوه زين كلامك بالاول إيه لا تاخذنا اخي المهم هلا شلون بدنا نطبق وصفة الدكتور انت ما عليك انت سوق وانا بفكي انت بدك تفكي ايه انا تبهدلنا هلا وقتك انت الثانية ايه وسيم فكرت لي بالموضوع فكرت لها وشو طلع معاه هلا انت ما عندك شي وحده صبيه من قرايبينا بتتمرن معها مثلا بنت عمتك بنت عمك بنت خالتك يعني وحده من هدول ما عندي
لكان انا منين بدي اجيب لك وحده تقوم الدور المعشوقه بدون ما تعرف انه هي الشغله لعبه؟ ما بعرف، بدك تدبر لي اياها. لك يا جميل، المشكله لو الدكتور سمح لنا انه نشرح للمره اللي بدها تتمرن معها انه هي شغله عباره عن لعبه تمثيليه، كنت جبت حي الله ممثله قامت بالدور. اما هو مصر انه اللي بدها تقوم بالمهمه ما تعرف انه عم تعالجك. قال ليش؟ قال لحتى تعطيك انه الاحساس حقيقي. وسيم، انا مالي غيرك يزبط لي الموضوع، والا بضل معقد طول عمري. ها، وبهون عليك صديق عمرك يضل معقد وما تفكه. لك جميل، لقيتها. مين هي؟ احكي. ما راح اقول لك عليها لتعشيني. خلص بعشيك، قول بالاول. جوعان، هلا بدي اكل. حاضر، روح قلبك سكيك انت. مو استاذ، جيب لنا شيء نشرب والله يرضى عليك لبين ما يصير وقت العشاء. تكرم. قل لي لشوف، مين هي؟ امل. مين امل؟ ولو يا جميل، ما بقيت تعرف مين هي امل؟ سكرتيرتك. نعم، ما لقيت لي غيرها، ولي ما ابشعها. اصلا اذا كنت بعرف احكي كلمتين حلوين بس شوفها رح انساهو. الحق عليك، مين قالك تحط سكرتيرة بشعار؟ ما كنت عرفان انه رح يجيني يوم تلزمني بهيك مهمة. على كل شغلة الجمال ولا يهمك، تركها علي. شو لا تعمل؟ انا باخذها على الاستديو، بخلي الماكير يعمل لها شوية ريتوشات بيمشي حالها. لك يا عمي، لا يصلح الماكير ما افسد الدهر، حتى لو مشي حالها بيبقى في مشكلة تانية. شو هي؟ كلام الغزل بدي اقول له اياه وتجاوبني مثله، منين بدي جيبوه؟ هاي شغلة بسيطة ولا يهمك، انا بكتب لكم الحوار وانتم بتتمرنوا عليه. دعيلي الله يقدرني على مغازلته. وبعدين ما له بالعادة يتأخر أبو طارق، غليان قلبي عليه. الله يسوقك يا أبو طارق. هلا وقتك أنت الثانية تروحي قدم. شري هاي باخذها، بس هاي ما بدي. لا خلص خدها. ايه على راحتها. شو بقى الخمسة؟ ما عاد عبيت عين حدا. شبعت وعبيت بطنها؟ الحمد لله. ايه، مشتي شي مرة واحدة بس تدفع مشان تقلع عين ابليس. يحل لك مشاكلك وادفع كمان. ايه شري. اسمع مني وخدها. ماله بالعادة يتأخر، ليش لهلا؟ معقول يطول أكثر من هيك؟ أسس إجا. خير ام محمود، ليش عم تبكي؟ اخ يا جاري العزيز انت، اخ يا شان انت، اخ يا طيب انت، اخ يا كريم انت، اخ مسلخ. اخ يا جاري يا كريم يا شان يا امير انت. خلها خير ان شاء الله، بس خلصي اخ اخ خبريني. خلصت جارنا، خلصت خلصت. انا لو بتاخ اخ من هون لبكره ما بخلص. احكي شو بدك؟ ما بدك تعرف بالاول ليش عم بتوخوخ. طيب ليش عم تتوخوخي؟ مريني. اخ طلبي انا بسيط كثير ابو طارق، وانت قادر عليه، وانا ما راح انسى لك هالمعروف طول حياتي. من شوي انا كنت عند الدكتور وقال لي مصيبة يا أبو طارق، مصيبة. لك دموعي على العرض خدودي. مصيبة يا شام يا أمير يا كريم يا جاري العزيز أنت، مصيبة. محمود الله يخليكي، إذا بدك ضلي تبكي هلا حاجة تبكي. أحكي أحكي لأفهم شو بقدر ساعدك. ما رح أصير والله، ما رح أصير. بعرف والله بعرف إنك ما رح تقصر. أنا لو مو معتبرتك مثل ابن عمي ما كنت فتحت لك قلبي وشكيت لك همي. أحكي. دكتور القلب قال لي معك نشفان بالعروق ولازمني عملية مشان بدله. شو بدك تبدلي؟ عروق القلب. ماشي محمود، أنت فوتي هلا على شقتك وارتاحي، وبكرة أنا باخدك على دكتور المديرية، عنا دكتور قلب شاطر وبشوف إذا لازمك عملية بنعمل لك إياها. تكرم عينك. يعني رح تعطيني مصاري مشان العملية؟ إيه، ما بدنا نتأكد بالأول إذا لازمك عملية ولا لا، بعدين فرضاً لا سمح الله إذا بدك عملية بنعمل لك إياها بمركز جراحة القلب مجاناً. لا تكلي هم محمود. ليه عم تبكي؟ لأنه ما كان أملي فيك هيك يا كابر يا شام يا أمير يا طيب أنت يا أبو طارق. ليش؟ بشو قصرت معك أنا؟
بدك تزتني بمستشفى الحكومة مش هموت فيها ما؟ بدي وقف على الدور أكتر من سنة بجوز موت وما يجيني دور. بيقول عليك يا أمير يا شام يا كريم يا جاري العزيز يا أبو طارق إني موت وتنحرم من جيرتي. طمني ما رح تموتي. ولا إلا تعال إلا رح أعمل عمليتي برا ما رح كلفك كتير نص مليون بكفي. نعم شو قلتي؟ ما بكفي؟ معك حق نص مليون ما بتعمل شي بأيام هالغلا. وبعدين ما بيضروا إذا أخذت معي شوية زيادة رح أخذ 700,000 فرد مرة وإذا فضل معي شوي بجملكم فيه ولا هدايا. أم محمود شو قالوا لك عني؟ فاتح بغارة علي بابا أنا؟ هلأ 700,000 صار بدهم مغارة علي بابا؟ قول ما بدك تنقذني من الموت. بدك الصراحة؟ لا لحظة ما أبخلوا هالحمصة حصتي بدي آخدها نقال إيه ونقالها بالرضا بالزوق بدي آخدها. شو اسمي لك عن جارته أنا؟ والباب على الباب. الحما شو دبي؟ لك بحياتي ما شفت أتقل من دمها. قال شو بدياني أعمل لها عملية على حسابي مشان ما تموت وانحرم من جيرتها. مين هاي حبيبي؟ مين هاي؟ في غيرها؟ هاي اللي خايفة تقلعيها مشان ما تحكي عليكي. خيدو من هلأ بتقلعيها وخليها تحكي عليكي شو ما بدها. طيب طول بالك جميل وفهمني شو القصة. الست أم محمود قال بدياني بعتها لبرا تعمل عملية قلب على حسابي. قلب؟ ليش يبو قلبها؟ قال رايح على عند دكتور وقال له عروق قلبها دبلانة ونشفانة وبدها تبديل. أو شوف يا حبيبي إذا ساعدتها بشوية مصاري. لك منين؟ من الجائزة الكبرى اللي ربحتها. الظاهر إني ما عرفت نقي حيلة مناسبة. شغلة القلب والعملية ما رح ينوبني منها ولا فرنك. إذا أخذني على الدكتور تبع مديريته رح يكتشف إنه قلبي سليم وما في شي. لازم اخترع لي شي حجة تانية ما تتطلب كتير. 100,000 بالبداية ماشي حالة، بعدين ببقى بتدين من أنا 100 تانية باخدن على أساس دين وبعدين عيش يا بديش لينبط الحشيش. ما إيه بس شو هي الحجة يا سعدية يا بنت المسعود اللي بدك تديني مشانها؟ شو هي؟ رد محمود لا ترد. ردي وني لا تردي. اكتشفت لحالي بكرة بخلي هنا تقنعه لجوزة يديني. النسوان بتأثر على رجالها. ناطير لك ليش ناطير ليش ناطير هذا البلكون بلكوني كيف ما بدي بقعد فيه. لا شو بقعد فيه ياسر العظمي بيقولون ببرم فيه يخي ببرم فيه يخي ببرم فيه. يا نصيب يا نصيب يا نصيب وينك بيعني يا نصيب؟ ايه وينك وينك اهون انا لكني. ايه طلع عندي بقاله طابق. انتي اطلعي اطلعي البلع شيتك مالك شايفني قد الدبه. اطلع برو من هون اطلع عم استناك كبتولة. يلا جاية جاية لك تعال تعال هون. ايوه انتي هون وين طالع لفوق هون انا؟ ايه قديش عم تبيع على النمرة؟ 70 ورقة. بين عليك كربوج انت وحلو وقمر وابن حلال طيب رح تبيعني اياها ب60. لا ب70 ورقة. بدك خديها ما بدك خليني روح. لك ليش هيك برطمت ونزلت لي شفتيرك وخدودك؟ عم نتفاعل لسه. لا انتو كلكم هيك بياعين اللي انا نصيب ولا متفقين علي؟ معك فراطة اي 500؟ لا 100؟ لا انا لسه ما طالع. هو شوف حبيبي اي انا معي 50 ايه؟ و25 ايه؟ معك 5 ترجع لي ولا انزل لتحت اصرفها؟ لا لا معي هاديه. ليش بك اول مديت ايدك؟ ما بدي نقي نمره بالاول. ايه نقي تفضلي هات. ايه اختي على شو عم تتفرجي؟ الصور كلهم مثل بعضهم. بعرف هالشي تتقوص. شو مفكرني خوتها؟ لا بس في شي رقم تتفائلي فيه. شوف تعمل معي منيحه سامحك ب5 ليرات. منيحه شو؟ يعني انت بتدلني على الرقم اللي بده يربح الجائزة الكبرى. ايه ليش لا بدلك. شوفي هاي بتربح جائزة الترضية ما بدك اياها. ليش قديش بتربح جائزة الترضية؟ 30,000. شغلي فاضي خليك على الكبير. ليك اياها الحمد لله انها كانت معي. خدي اياها. قلت لي هاي قديش بتربح؟ 3 ملايين. 3 ملايين. خليك متمركز هون لا تتحرك تبسمر بارضك. جاي يلا بسرعة. فكري حالي بس أجدب طلع في أجدب مني. وين عمتي؟ يلا عمتي 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 عمتي, عمتي.
ان شاء الله غمدناك مصاري خود احد اطلع يطلع بلعة. وين الخمس ورقات اللي بدها تعطيني اياها؟ يا نصيب يا نصيب يا نصيب نصيب مرحبا انسه امل مرحبا اهلين اهلين استاذ وسيم يا ميت اهلين وسهلين شو شايفك عم تحركي ايديك وتحكي مع الورده صاير معك شيء اخ يا استاذ وسيم اخ لو احكي لك شو صاير معي مو بس بتحاكي الورده بتحاكي القرده كمان لا 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 احكي لي شو صاير معك يا لطيف شو طلعت حيواني انا لك حيواني يا جماعه انا شو هالحكي ما بدي نقاش لا تقولوا لي حيواني انا حيواني ليش ما اشتريت الورقة اللي بتربح الجائزة الطردية؟ ليش؟ فعلاً دبي أنا؟ يا نصيب يا نصيب يا نصيب! لف تعا تعا كبتوني تعا! تعا اطلع لعندي للا! اطلع أبو براطيم! ما اطلع! قلتي اطلع! اطلع بلع! لك اطلع افوت لك يا اطلع! يطلع بلعي أنا يا سيدي اطلع! ما بطلع ما بطلع ما بطلع! اروح لك أن يطلع بلع! فعلاً يطلع بلع! يا قاعدة عالبلكون وكل خدي عليه خوخة 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 مرمر تمي لأقوم حلي درزي بشي شغلة خوخة خوخة خوخة